إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس، ساقي عطاشا كربلا. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسم، وهوى فليته للشاربين به يدافع العلقم، فمشى لمصرعه الحسين وطربه. ما يقدر يترك أخوه، ما يقدر يخليها، في نفس الوقت ما يقدر يترك الخيار، فشي يسوي؟ ومضى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. شلون شافه؟ الفاه محجوب الجمال قمر بن هاشم، الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. وش سوى؟ فأكب منحنيا عليه ودمعه سبغ البسيط كأنما هو عن دمه. نادى
وقد ملأ البوادي الصيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي يا أبو فاضل يا أبو فاضل أخي يا من يحمي بنات محمد ما عندهم حامي بعدك أبو فاضل أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منايا يا عمو ما خلت بعدك أن تشل سواعدي وتكف باصرتي وظهري طفح جواد وقف يمه ودمه يسيل ينادي يا ابو فاضل على نحاطة الخيل ياهو يباري هالحرم لا هود الليل وانا بعد ساعة على التربان نايب قال لي يا ابوي قال لي يا اخوي ابو الفضيل في وين الجفوف قال لي يا اخوي تقطعت ما بين الصفوف انا دمع على عيني جماد يا حسين ما نشف دمومي يا بقية آل هاشم قال لي يا خويا لغسل بدمعي دمومك أنا تمنيت كان لهالحريم الله يدومك لكن يا خويا بهالأرض يومي ويومك وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطيك عزام يشيل للمخيم قال ما روح خلني على الشاطي أعالج طلعة الروح ما أقدر أرد الخيام وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكنه على الخدين ساجيب يقول لي يا حسين يا خويا خليني بمكاني ليش يا زهرة زماني يقل لو عديت سكنة تراني
هم نسدود يقول لا يا سد سكنة من الماي أي سد سكنة من الماي تجي يم ذليلة وتوقف وحداي ومن العطش رادت تجي وياي وتقلك وين وعدك يا المشكر أي والله وتقلك وين وعدك يا لي شكاوى. لكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آية تصف الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه رحمة العالمين. وبالتالي من خلال هذه الآية المباركة يعتبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله مظهر من مظاهر الرحمة التفضلية الإلهية. كيف يكون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مظهر من مظاهر الرحمة التفضلية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي علاقة النبي صلى الله عليه وآله برحمة العالمين أو بالعالمين؟ نأتي إلى جواب السؤال الأول. علماؤنا يقسمون الرحمة إلى رحمة تفضلية ورحمة استحقاقية. الرحمة التفضلية هي التي ذكرتها الآية المباركة، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني هناك رحمة صدرت من الله تبارك وتعالى ابتداءً صدرت من الله تبارك وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء. كيف يمكن أن تسع كل شيء هذه الرحمة؟ معنى هذه الآية يبينه أو تبينه آية أخرى، وهي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، يعني لا يوجد موجود إلا وله نصيب من الحياة، لا يوجد مخلوق إلا وله نصيب من الوجود والحياة. بالتالي هذه الرحمة هي رحمة الإيجاد، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني الله تبارك وتعالى أفاض هذه الرحمة على كل المخلوقات، يعني رحمة الإيجاد إذ أوجدهم. هذه الرحمة التفضلية. الرحمة الاستحقاقية، يعني هناك نوع أو قسم من البشر فضلاً عن المخلوقات، يعني هي ما ليست شاملة. الرحمة التفضلية تشمل كل المخلوقات، أما هذه الرحمة لا تشمل كل المخلوقات، بل لا تشمل كل البشر، لقسم خاص من البشر. تبينها أيضاً نفس الآية، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يعني الذين يستحقون هذه الرحمة من هم؟ وصفتهم الآية الذين يتقون، الذين يملكون الإرادة، الذين يملكون قوة الإرادة في مجابهة
العدو في مجابهة أنفسهم، مجاهدة أنفسهم، فسأكتبها للذين يتقون. هناك أناس حرموا أنفسهم، مو هم اللي حرموا منها، إنما حرموا أنفسهم من هذه الرحمة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهناك أناس لا، استحقوا هذه الرحمة لأنهم يمتلكون تلك القوة وتلك الإرادة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهنا الآية المباركة بيّنت أن الرسول صلى الله عليه وآله مظهر من مظاهر الرحمة التفضلية، يعني الرحمة العامة الشاملة لكل المخلوقات. رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة لكل المخلوقات بدون استثناء. هذا جواب السؤال الأول. طبعا نشير إلى البسملة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تشتمل على كلا الرحمتين. الرحمن هي الرحمة العامة، الرحمة الرحمانية يسمونها، والرحيم هي الرحمة الرحيمية، وهي الرحمة الخاصة، الرحمة الاستحقاقية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما علاقة النبي صلى الله عليه وآله كبشر برحمة العالمين أو بالعالمين؟ العالمين، القرآن الكريم حينما يطلق كلمة العالمين فيريد منها معنيين. المعنى الأول أنه يريد منها مجتمع إنساني عقلائي عاش في زمن معين، مثلا قوله تعالى يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. العالمين هنا مو كل العوالم، وإنما على العالمين، خصوص العالم الذي كانوا يعيشون فيه، خصوص المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه. أيضا نعرف هذا المعنى من أين؟ من هذه الآية، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا الله تبارك وتعالى فضل مريم على مجتمعها الذي كانت تعيش فيه، على العالم الذي كانت تعيش فيه، الله تبارك وتعالى فضلها على ذلك العالم. كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا أنه يقصد؟ صلوا على محمد. كيف عرفنا أنه يقصد يعني المجتمع الإنساني الذي كانت تعيش فيه؟ من الرواية الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حينما قال لسيدتنا ومولاتنا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت يا أبا ومريم، الله تبارك وتعالى يقول واصطفاك على نساء العالمين، يا أبا ومريم، قال مريم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. بالتالي هنا المقصود مجتمع إنساني عقلائي كان يعيش في زمن معين فضلت عليه مريم عليها السلام. المعنى الثاني الذي تقصده أو يقصده القرآن ويريده القرآن من العالمين هو كل العوالم، هو كل العوالم. حينما تطلق العالمين بدون وجود قرينة تدل على زمن معين فالمقصود به كل العوالم، يعني عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الملك، عالم الملكوت، الغيب، الشهادة، النفوس، كل العوالم بدون استثناء. كيف نعرف هذا؟ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. العالمين هنا كل العوالم. ليش مو مجتمع خاص، مجتمع إنساني خاص؟ لأن هذا تحجيم لربوبية الله تبارك وتعالى، وربوبيته عز وجل لا تختص، لا تختص بعالم دون عالم. ربوبيته على كل العوالم، ربوبيته على كل المخلوقات. فإذا
أيضا منها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمنها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذه الكلمة جاءت من غير أن يراد منها مثلا زمن خاص مجتمع خاص، جاءت مطلقة بدون قرينة، فهنا المقصود بها كل العوالم. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين جميعا، يعني رحمة لجميع العوالم، الإنس والجن والملائكة والنبات والحيوان، كل المخلوقات بدون استثناء. هنا يأتي السؤال، ما علاقة النبي بكل العوالم بالكون كله؟ ما علاقة النبي؟ يعني النبي يعيش على الأرض ليكن رحمة لمن في الأرض، الإنس والجن والنبات والحيوان، ليكن رحمة لمن في الأرض مثلا نعم الإنس والجن. طيب ما علاقة النبي صلى الله عليه وآله ببقية الكون، بمليارات المجرات والنجوم؟ ما علاقة النبي به؟ النبي رحمة لكل العوالم، يعني رحمة لكل الكون، فما علاقة النبي به؟ هذا هو السؤال. الجواب على هذا السؤال، نسأل سؤال، ما هو الهدف من خلق الكون؟ ما هو الهدف من خلق المخلوقات؟ الهدف من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من هو الذي يمثل العبودية الحقيقية لله تبارك وتعالى؟ الذي يمثل العبودية الحقيقية لله تبارك وتعالى هو ما يعبر عنه علماؤنا بالإنسان الكامل، بالإنسان الكامل. الذي يمثل العبودية الحقة لله تبارك وتعالى هو هذا الإنسان الكامل الذي يستطيع أن يتعامل مع الكون، الذي يعرف أسرار الكون، الذي نعم يعرف حقائق الكون، والذي خلق من أجله الكون. وما خلقنا السماوات والأرض، لا عفوا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا الكون كله لخدمتكم، لخدمة هذا الإنسان، هذا الكون مسخر لهذا الإنسان، لخدمة هذا الإنسان. فمن باب أولى أن يكون لخدمة هذا الإنسان الكامل، لأن هذا الإنسان الكامل هو الذي يعرف طبيعة الكون، يعرف حقائق الكون، يعرف أسرار الكون. فبالتالي هذا الكون خلق من أجل الإنسان، وخصوصا الإنسان الكامل، من أجله، يعني سبب وجوده هو الإنسان الكامل. يعني لولا وجود الإنسان الكامل ما وجد الكون، لولا وجود الإنسان الكامل ما وجد الكون. طيب، إذن يكون الإنسان الكامل رحمته، رحمة هذا الكون، لأن بسبب هذا الإنسان وجد الكون، ولولاه لما وجد. من هو هذا الإنسان الكامل؟ أي خلق لله أعظم منه؟ وهو الغاية التي استقصاها، قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها، لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي الصورة التي لن تراها. رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة العالمين من الإنس والجن والملائكة وكل العوالم، هو رحمتهم. وهذا معنى الحديث الوارد، يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، أو مثلا الحديث، حديث الكساء الوارد عن أئمتنا عليهم السلام،
لما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله أهل بيته تحت الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، قال الله تبارك وتعالى يا ملائكتي ويا سكان سماواتي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء. قال جبرائيل يا رب ومن هؤلاء الخمسة الذين تحت الكساء؟ قال هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، يعني هم علة إيجاد الكون، هم سبب وجود الكون، هم رحمة الكون صلوات الله وسلامه عليهم. عرف أهل البيت بمن؟ عرفهم بفاطمة. عرف النبي من بمن؟ بابنته فاطمة. عليا بمن؟ الحسن والحسين بمن؟ بفاطمة. قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، مقام عظيم لسيدتنا ومولاتنا فاطمة، خصوصا يوم القيامة، خصوصا يوم القيامة. يا رب أريد أن يعرف قدري في هذا اليوم. يا فاطمة لك الشفاعة هذا اليوم، كما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام مضمون الرواية، بما تبدأين يا فاطمة؟ بأي مصيبة تبدأين شفاعتك؟ بما جرى عليك من مصائب؟ تقول لا، بمصيبتي بعلك وضربه في المسجد؟ تقول لا. بسم الحسن؟ تقول لا. بقتل الحسين؟ تقول لا. وعزيز عليها قتل الحسين، لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. تقول لا. يا فاطمة بما تبدأين؟ تقول الرواية فتخرج من بين ردائها كفين مقطوعين وترفعهما وتقول يا عدل يا حكيم أحكم بيني وبين من قطعوا هذين الكفين، أحكم بيني وبين من قطعوا هذين الكفين. سوى مصيبة عظيمة لقطعها الكفين، ترى ما سوى شيء بسيط، سوى مصيبة عظيمة. أحكم بيني وبين من قطعوا هذين الكفين. ليش يا فاطمة؟ العباس عندي مثل واحد من أولادي وتقطيع كفين ترى قطع فادي، باكر بيوم الطامة بمحضر الهادي أول شكاية الخالقي أرفع الكفين، أرفع جفوفه قبل ما أشكي ضلوعي وأذكر مصابه وأجري بخدي دموعي، واللي يهيج لاعتي ويزيد راعي من أذكر مطروح وأذكر وحدة تحسن. لهذا اللي كان يزور الزهراء، اللي كان يزور الإمام الحسين عليه السلام كل يوم كما يروي ذلك الدربندي في أسرار الشهادة، كان واحد يزور الإمام الحسين عليه السلام كل يوم يزور الإمام الحسين، ولا يزور العباس إلا يوم الجمعة فقط يوم الجمعة. يقول شاف الزهراء في المنام أعرضت عنه، سألها سيدتي أنا من شيعتكم؟ أنا من زوار الحسين، ترى كل يوم أزور الحسين، لماذا تعرضين عني يا سيدتي؟
فقالت له: لإعراضك عن زيارة ولدي العباس زهرة تنادي والدمع تجري من العين، سمعوا كلامي يلتزور ولدي حسين، زوروا أبو فاضل إذا زرتوا عضيدة لا تنسوا اللي يقطع منه زنودة، ولا تنسوا اللي صوبا وبالسغم جودة منو ولدي أبو فاضل عزيز وقرة العين، لا تنسوا اللي صوبا وبالسغم عينه، ولا تنسوا اللي يقطع شماله ويمينه، ولا تنسوا البلعمة جسمه فاضخينا، زوروه لا ينكسر خاطر أم لبني، ما قصرت بذلت إلى أولادي ولدها، سلام الله على أم البني، ما قصرت بذلت إلى أولادي ولدها، ما قصرت نصرت أولادي بكل جهدها، أولاد أربع شبان كلهم من كبدها راحوا بيوم الغاضرية فدوى الأحسن، وفية وفية أم البنين سلام الله عليها وفية. لهذا لما دخل بشر بن حذلم ينعى الحسين: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. ما سألت عن أولادها، ترى ما سألت عن أولادها، سألت عن الحسين، تقول له: أخبرني عن ولدي الحسين، أخبرني عن ولدي الحسين أولا ثم أخبرني عن أولادي. لما أخبرها عن أولادها جميعا، عن قتل أولادها جميعا، إيش قالت؟ قالت: أولادي وكل من بالعالم يروح، يا بشر يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح، أنا ما أشوف بالدنيا عوض عندي عن حسين، والله إجاني الخبر بحسين مذبوح، ودم على التربان مسفوح، أنا لنعاه وأقضي العمر بالنوح وأعمي عيوني واتلف الروح. ما قصرت أم البنين سلام الله عليها، نخبر أم البنين باللي صار، ها نخبرها: يا أم البنين، في اليوم العاشر من المحرم جاءت زينب بطفل الحسين إلى العباس عليه السلام، جاءته بالطفل عطشان وقد دلع لسانه على صدره، جاء العباس إلى الحسين: أخي أبا عبد الله لقد ضاق صدري وأريد أن أخذ بثأري من هؤلاء القوم، أخي لقد ضاق صدري فأذن لي بالنزول إلى الميدان. قال له: أخي أبا الفضل، أنت كبش كتيبتي، أنت عمود خيمتي، إذا مضيت آل شملنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب،
بينما الإمام الحسين والعباس كذلك، وإذا بصراخ النساء والأطفال العطش العطش، أمي أبا الفضل العطش نريد الماء. قال له الحسين: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء النسوة والأطفال ماء. ذهب العباس عليه السلام إلى خيمة زينب، دخل إلى زينب عليها السلام، شاف زينب وضع رأسها على عمود الخيمة. ما تريد تودع العباس، لأن تعرف زينب هذه آخر نظرة، آخر نظرة إلى زينب على إلى العباس. أخي زينب في أمان الله، أخي زينب في دعة الله. أخذ القربة صعد على ظهر جواده، توجه إلى المشرع، حدر قمر هاشم على جيش العدا، وصال رمح المنية وصارمة بتار العجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده، ضيق فضاغه والعساكر شافت اهوال، عيون المسامي من ظهور الخيل شلع، كم حيد مدرع خطف والعسكر تضعضع، كل ما تراكم غيمها نوره يتشعشع، فرت حتف الموت يلقط وين الأبطال. وصل إلى المشرعة وعليها 4000 فارس، عظم الله أجوركم، فرقهم عن المشرعة ونزل إلى الماء. لما أحس ببرد الماء، الرواية عن الصادق: كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظما. أيوة عباس، غرف غرف ليشرب الماء، لاحت أمامه العائلة، لاح أمامه أخوه الحسين، لاحت أمامه زينب، والنساء ينادون العطش العطش. خاض الماء بس هيس الضردة، ترس جفا يروي عطش جف، تذكر لأن أخوه حسين بعده ذب الماي من جفه وتحسر، شلون اشرب واخويا حسين عطش وسكنه والحرم واطفال رض وضين قلبي العليل التهاب نير، يا ليت الماي بعد لا حلو مر، رمى الماء من يده ملأ القربة صعد على ظهر جواده، أراد التوجه إلى المخيم، وإذا بابن سعد لعنة الله عليه يقول: احبسوه لا تدعوه يذهب إلى الخيام، لو وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم، عظم الله أجوركم، مال الجيش على حامل اللواء. لما رأى الحسين أن الجيش مال على أخيه: أين جوادي؟ أخذ جواده وصعد عليه وتوجه إلى أخيه، رأى العباس أن أحدهم يساعده، وإذا بالحسين يقول: أخي عباس، أسند ظهرك إلي وأسند ظهري إليك ونقلب الجيش. فصار كل منهما يقلب الجيش على الآخر، عظم الله أجوركم. فنادى فيهم ابن سعد: ويلكم، إن بقيتم هكذا أفنوكم عن آخركم، ماذا نصنع يا أمير؟ قال لشمر: خذ جماعة واهجموا على الخيام. ذهب شمر لعنة الله عليه مع جماعة وهجموا على الخيام، وإذا بالنساء يتصارخن: يا حسين يا حسين يا حسين. قال:
اتركني واذهب إلى الخيار، ما العلامة بيني وبينك؟ قال العلامة بيني وبينك اللواء، إن سقط اللواء فاعلم أنني قد قتيل. ذهب الحسين ومال الجيش على حامل اللواء، اشتدت الصفوف مالت الرايات، يا الله صار يقاتلهم، ذكرهم بصولات أبيه أمير المؤمنين، عظم الله أجوركم. فبينما هو يقاتل وإذا بلعين فاتحا باعه شاهرا سيفه، ضرب العباس على يمينه قطعها، أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني نجل النبي الطاهر الأميني. ما زال يقاتلهم، قتل منهم مقتلة عظيمة إلى أن جاءه لعين فاتحا باعه شاهرا سيفه، ضرب العباس على شماله قطعها. عظم الله أجوركم، ضم اللواء إلى صدره وكان همه إيصال الماء إلى المخيم، وإذا بابن سعد لعنة الله عليه يقول أرشقوه بالنبال، فجاءته سهام كرش المطار، سهم أصاب صدره، سهم أصاب خاصرته، سهم أصاب القربة، انفرت أريق ماؤها. صار العباس ينظر إلى القربة، راح الأمل، راح الأمل، صار ينظر إلى القربة والماء يتدفق منها، ما عنده إيدين شي يسوي، ما عنده ما يوصل إلى المخيم. بينما هو كذلك وإذا بحرملة يسدد سهما مسموما وقع في حاجب عينه اليمنى، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. يقال سيد رأى أبا الفضل العباس قال له ما الذي حصل لك؟ قال له يا سيد لما قطعوا يميني ضممت اللواء إلى صدري، فكان همي إيصال الماء إلى المخيم، لما انفر الماء، لما انفرت القربة وأريق الماء بقيت متحيرا إلى أن جاءني ذلك السهم المسموم الذي وقع في عيني، حركت يدي اليمنى أريد أن أنزعه فإذا لا يدين لا يمنى ولا يسرى، كيف أنزع السهم؟ رفعت رجلي من ركاب الخيل أريد أن أنزع. عظم الله أجوركم، يقول هززت رأسي أريد أن أرمي السهم فسقطت العمامة من على رأسي، وإذا باللعين بعمد من حديد، وعباسا أدركه يا حسين يا حسين، بعمد من حديد ضرب العباس على رأسه. خر يخور في دمه مناديا أخي أبا عبد الله أدركني، عليك مني السلام أخي أبا عبد الله في أمان الله. الحسين لما سمع استغاثته جاء إليك، نزل من على ظهر جواده منحني الظهر، قال الآن
كسر ظهري الآن فلت شوكتي وإذا بالأعداء يصفقون فقال الآن شمت بي عدوي قعد عند أخيه وضع راسه في حجره قال له فارس بالله عليك إلا ما أمهلتني قليلا حتى يأتي ابن والدي قال أخي عباس أنا أخوك أنا الذي كسرت ظهره يا ويلي يا ويلي يا أخوي انكسر ظهري ولا أقدر أقوم صريت مركز يا أخوي الكل الهموم يا أخوي استوحدان عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغم لو أنا الدهر عباس من بعدك لو أنا وتمنيت الفنا قبلك لو أنا الله وياك الله وياك يا الشايب لو أنا عقبك من يشيل العلم ليا يا والله عقبك من يشيل العلايا التفت وياي إلى هاي الأبيات يوم الوقع عباس ضامي بلا جفت جني بثلاث أسئلة ظل يسألهم حسين التفت يقل له أول سؤال بيا جروح خلوك تتعب قطعت جفوفك لو سهم عينك الأصعد لو من عمود الرأس شفت الموت أقرب جاوبني اللي جيت غسل بدمعة العين قال لا أنا لا عيني ولا جفوفي تهمني عجيب أبو فاضل شو اللي يهمك يقول حتى العمود الفضخ راسي ما هدمني أنا اللي خلاني أموت وما رحمني سهم اللي صوب قربتي وشقاها نصي ايش سوى هذا السهم؟ صوب سهم اللي صوب قربتي صوب سكنك وصوب رضيعك وانا شفت دموع عينك وصوب حرام واطفال تنخل ماي وانا ما ادري هذا السهم حل علي من وين قال له بعد ثاني سؤال وقلبي محتار دايم تقل لي سيدي في ليل ونهار يا أخوي ما ناديتني من كنه صغار من طحيت بس ما طحت ناديتني يا أخويا يا حسين اسمع شو يقول قال لا حين الوقع العمد حين العمد وقع فوق راسي قال لا أنا حين
العمد وقع فوق راسي قبل اوصل الترمايان شفت شفيت شنو هالشفين شنو شفته يقول انا شفت امك الزهرة تقول لي هلا يا ابني هلا يا ابني هلا يا ابني انا شفت امك الزهرة تقول لي هلا يا ابني ونستني كل آلامي وجروحي بالضلعين ليش قلت يا اخي ليش قلت يا اخي يقول انا شفت امك الزهرة تلقتني بحضنها وبكل حنان الوالدة تقربني منها وبكل الفخر حين اللي نادتني بابنها ناديتك بلهفة يا أخويا الغالي يا حسين ظلت دموع حسين ظلت دموع حسين تجري بالوجنات تجري إلا بعد آخر سؤال انذهل فكري كل ما أحط راسك بحجري تعوف حجري ليش الفعل هذا وأنا وانت عضيدة قل الوصي راس النبي تخلى بحجره وراس الوصي بحجر الحسن من لقط براك وراس الحسن أصبح بحجرك وانت أدراك بس قل لي ياهو اللي يشيل الراس يا حسن من هو اللي يحضن راسك بهاي الموادي وحين اللي تلعب على وصالك الهنادي ومن تصعد على ضلوعك خيول الأغاذي راسك بحجر الرموح وين اللي يمسح آخر سؤال آخر سؤال شنو هذا السؤال يقول ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة قال لي يا مظلوم تدري بالوفاء شيمة وطبيعة شلون عباس يتروى وينسب وسكنة ورضيعة اي والله شلون عباس يتروى وينسب وسكنة الحسين خلى العباس على العلقم ورجع وإذا بزينب عليها السلام تستقبله ودموعه يكفكفها بكمه قالت أين كفيلي أخا عبد الله وين راح العباس وين راح كفيلي وإذا يقول يا زينب راح وغدا يبكي عليه الدروع والطا عباس تسمع زينبا تدعو من لي يا حماية إذا العدا سلبوه